داخل الوقت ننتقل إلى جانب آخر. نعم. وهو جانب التعليم لديكم. أنا اطلعت على يعني المكتبة هنا ما شاء الله عندكم يعني مؤلفات تربو عن 10 مؤلفات. وإن شاء الله هناك ما يكون ما هو يعني قيد الطباعة أكثر إن شاء الله. منها العديد من الأبحاث. مثلا المنهج الناقد للشيخ عبد الحسن المسيوي والشيخ محمد بن شمس الطاشي قياده وفقه وكتب في القضاء ادب القضاء وايضا في جانب الرحلات كتبتم ايضا وهذا سناتيه ان شاء الله رحلتكم الى وادي منزال وجبل نفوسك وادب الرحلات لكن دعنا الشيخ نتوقف عند اخر ما صدر لديكم وهو المحيا نعم القضاء العمانيين نعم كيف أولا نشأت الفكرة في إنشاء هذا المعجم ومتى كانت البداية في تأليفه؟ نشأت الفكرة أنني وجدت أن كثير من القضاة في هذا العصر يعني منذ 40 سنة وكثير منهم أدركناهم سواء اشتركنا معهم في قضايا أو معاينات دعاوى أو غير ذلك يعني كثير منهم ما كتب عنهم وهم توفوا إلى رحمة الله فيعني رأيت أن أكتب معجم فيه تراجم لجميع القضاة العمانيين بدون أن أفرد منطقة دون منطقة عمان كلها حتى الذين هم في شرق أفريقيا وأصلهم من عمان كذلك يعني أدخلتهم في المعجم وشرعت في جمع المادة و تأليف الكتاب ويرس تقريبا 3 سنوات حتى خرج في هذا المعرض في هذه السنة وهو يحتوي على 548 ترجمة فكان أولهم كعب بن سور العماني الذي كان قاضيا على البصرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقال إن أصله من مسندم وقصته مشهورة عندما حضر مجلس عمر بن الخطاب وجاءت امرأة تشتكي من زوجها وإلى آخره فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حكم بحكم عادل في هذه القضية ورأى معه من العلم ما يمكنه لأن يكون قاضيا قال له اذهب قاضيا إلى البصرة وهكذا مرورا إلى العلماء الكبار كالشيخ بن محبوب الشيخ محمد بن محبوب والشيخ موسى بن علي وغيرهم وهكذا إلى أن جينا إلى القرن 14 وإلى آخر ترجمة كتبتها عن الشيخ سعيد بن خلف رحمه الله فتوفي الشيخ سعيد والكتاب كان في المطبعة ولكن بفضل الله كتبت عنه ترجمة وأرسلناها إلى المطبعة وخرج مع المعجم